حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات العامة بجنوب إفريقيا بعد حصوله على أقل من 57% من الأصوات المعبر عنها بعد فرز 80% من الدوائر الانتخابية. المرتبة الثانية عادت لحزب التحالف الديمقراطي أبرز أحزاب المعارضة بأزيد من 21%، فيما حل حزب محاربون من أجل الحرية الاقتصادية ثالثاً ب10%. اللجنة الانتخابية المستقلة أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت الأربعاء بجنوب إفريقيا بلغت 65.5%. اللجنة أشارت إلى تسجيل أزيد من 26 مليون جنوب إفريقي في هذه الانتخابات، 55% منهم من النساء. هذه الاستحقاقات هي سادس انتخابات متعددة الأعراق في البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري في العام 1994، تنافس فيها ما لا يقل عن 48 حزباً سياسياً على 400 مقعد في الغرفة الدنيا للبرلمان ثنائي المجلسين والمعروف باسم الجمعية الوطنية. وبعد هذا الاقتراع الذي ستعلن نتائجه السبت، سيقوم البرلمان بانتخاب رئيس جنوب إفريقيا بالاقتراع غير المباشر لولاية تمتد لخمس سنوات. وكان رئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما قد قدم استقالته في فبراير 2018 بعد أن قررت هيئة الادعاء الوطنية تقديمه للمحاكمة بشأن جملة من قضايا الفساد الموجهة إليه تعود إلى العام 1999.